اليوم رح نتأمل بنعمة بعنوان The Undesirable Grace، النعمة الغير مرغوب فيها، النعمة التي لا نرغب فيها، الغير محبوبة. ما عم بحكي عن الناس يلي بيرفضوا النعمة، رح نيجي لهيدا الموضوع، لكن عم نحكي عن نمط من نعمة الله يلي ما منحبه، ما منحب إنه نمرق فيه. نقرأ المقطعين الموجودين قدامنا، كورنثوس الثاني الإصحاح الأول والآيات 3-10. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة. خلينا ننتبه لكلمة تعزية يلي واردة هون حوالي 9 و10 مرات. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل، قولوا معي تعزية، الذي يعزينا في كل شو؟ الواحد لما كل فرحتنا ما وده تعزية، إذا واحد مارق بأمور مفرحة وحلوة ما وده تعزية، يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. ضيقة مع تعزية، ألام مع تعزية، فإن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا، لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي فيما بعد أيضا. نجى وينجي وسينجي. بليز ياريت أخواجيه حدا بالخلف تحطوا شي كرسي قدام هالباب لأنه عم بيفتح بيسكر بيزيزي قدامه ما اللي تورحت ما حد يفتح. نقرأ كمان من إصحاح 12، قرينا المقطع المرة الماضية، نرجع نقرأ الأعداد 7-10. ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. أعطيت يعني حدا عطاني شوكة بالجسد. مين عطاني هالشوكة؟ الرب. هو الشيطان عم بيحركش بالشوكة، بس مين اللي عطى الشوكة؟ أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. ياريت كل واحد هيك بقلبه يقول له يا رب كلم قلبي اليوم، يا رب ساعدني أقبل كل أنواع نعمتك في حياتي. نعمة مع شوكة، هاي النعمة الغير مرغوبة، undesirable gift and grace. نعمة شو قدمت لي؟ النعمة قدمت لي شوكة. شو هالشوكة وشو نوع الشوكة؟ وقت ما نفكر شوكة نفكر شي شوكة صبير أو شي شوكة الزهرة، شوكة فيها لطم، رح أشوف بعد شوي شو معناتها، فيها لطم خبط، مش شوكة صغيرة. شو هالنعمة هذه؟ مش أحيانا من دون ما نقولها بكلامنا هيك بفكرنا، وين خلاصك؟ وينه الله؟ شو هالنعمة هي يا رب؟ وينك بهذه الحالة؟ ليه عم يجرى فيي هيك؟ بكلامنا وبفكرنا الواعي منقول ايه الرب طيب الرب صالح منعرف، بس من جوا متمرمرين منزعجين من ظروف نجتازها بحياتنا ومنسأل شو نوع هالنعمة هيدي يلي عم نجتاز فيها
نعمة مع شوكة، نعمة تقدم شوكة. واليوم رح نتعلم مع بعضنا كيف نحب الشوكة. قولوا أمين. كيف نحب الشوكة؟ تأملنا في الماضي بخمس مواضيع. اليوم السادس شفنا النعمة المخلصة، شفنا النعمة الحافظة اللي بتحفظنا، بتخلصنا وبتحفظنا، بتخلصنا بتحفظنا بتقودنا، النعمة القائدة بتنعكس من حياتنا. رب يعطينا أن النعمة اللي بنختبرها نعكسها في حياتنا، نعكس نعمة مش نقمة. وتأملنا مرة الماضية النعمة الكافية، اليوم نتأمل بالنعمة الغير مرغوبة. أحبائي، لما الرب يسوع المسيح يخلص الإنسان، لما تقبل المسيح مخلص في حياتك، هناك عالم جديد، حال جديد، واقع جديد تنتقل له في كل مجمل حياتك. مش كلنا ندرك هالأمور من قبل ما نخلص. مثل اثنين بيحبوا بعضهم بينغرموا بدهم يتزوجوا بروحوا، خاصة بيتزوجوا بفترة قصيرة ما بيتعرفوا بعضهم كتير، بعد أشهر أوف أنا مش عارف الزواج هيك، أنا مش عارف مطلوب مني هيك، في صعوبات، في واقع جديد. واحدة من الأمور اللي بتخرب كتير جزات إنه في ناس بدهم يتجوزوا وما بدهم يغيروا واقع حياتهم، بل يبقى نفس نمط حياته، نفس أصدقائه، طريقة تسليته، طريقة لهوه، طريقة نومه، قومه إلى آخره. لا، صار في شريك بالحياة، ما اسمه شريك، مش زائر في الحياة، اسمه شريك. أنا هيك عشت كل عمري ما في غير، بدك تغير ولا ما تتزوج. لما بتجي لعند المسيح واقع حياتك كله يتغير، تصبح غريب في هذا العالم بحكيتك وبحياتك وبتفكيرك، يصبح لديك اتجاه آخر في هذا العالم. رحلة مع السيد، رحلة مع المخلص، رحلة مع الرب السيد الذي يتسيد على حياتنا، يسود على حياتنا. تبدأ رحلة التلمذي. المسيح شو سمى اللي تبعوه؟ سميهم تلاميذ. تلاميذ، تلاميذ، تلميذ اليوم يعني هو اللي بيدرس. وقتها كان مرتبط اللي بيدرس التلميذ مع اللي بيعلم المعلم. اليوم بتروح بتتعلم من استاذ وما بهمك تعرف شيء عن حياته ولا بهمه يعرف شيء عن حياتك. من قبل كان التلميذ يحسب على المعلم، يتعلم مش بس من كلامه لكن يتعلم من حياته وخصاله. تصبح تلميذ للمسيح، تصبح في مدرسة تدريب المسيح، مدرسة تقديس المسيح لحياتنا. منكون ماشيين بنهج النجاسة، نهج الحياة، العالم، الجسد، فتصبح ماشي في نهج القداسة. والقداسة القداسة ليست من طبيعتنا. الله بيريد إنه يغيرنا بحياتنا ويحطنا ويحط النعمة بحياتنا حتى تقدسنا. تعرفوا مثلاً أوقات ما بعرف أنتم شايفين بترايبز بقبائل أفريقية وغيرها، الديني هيدي لحمة الديني بيكبروها وبتصير فيها مثلا هيك كبير، بيصير فيها دويره. حد شايف هيك حلقه مثلا دويره كبيره؟ حد شايف؟ شايفينها. بالطبيعه هيدا يعني هيدا الدين مش معمول لهيك، لكن بحطوا ثقب، بحطوا حلقه صغيره، بعد نتفه بشيلوا حلقه صغيره بحطوا اتخن واتخن 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 حتى تمغط وتصير الحلقه كبيره. مش من طبيعتها، لكن على التدرب انمغطت وصارت شكلها غير الطبيعي. خذوا هالصورة هيدي، الرب يريد يمغط حياتي، يمغط حياتك، يغير شكل حياتك، بس هي شوي شوي وفيها ألم. نفس الشيء اللي بيحطوا هون بريسز بيتمهم، بيكون سنينهم يمكن بعاد راجعين لورا أو لقدام، شوي شوي بصير في شد وريسترينز على الاسنان، وكل ما بيشد بيوجع بعدين بيتعور بعدين بيشد حتى يجلسوا. الرب يريد يجلس حياتي وحياتك حتى تشبه نعمته وتشبه ابنه في حياتنا. أداة الله ليحقق كل هيدا الماضي هو الزميل يلي بيحفر، بتلاقي النحات بجيب صخرة مقطوعة من جبل، يعني أنت يمكن ما بتشوف فيها شيء، بيوافق بصير شوف فيها أشكال معينة، بشوف في هدف معين، بلش ينحت 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 حتى شوي شوي يظهر المظهر يلي كان موجود في مخيلته، مش للحجر ولكن للنحات. يقال إن مايكل أنجلو لما
نحت 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 وعمل تمثال موسى العظيم. بالآخر لما اطلع فيه ضرب المطر على ركبته، كسر له ركبته، قال له انطق يا موسى. قد ما كان موسى الصخر بيشبه تمام موسى اللي بفكر النحات يلي عمله، انطق يا موسى. بصلي أحبائي أنه بينما يسوع ينحت في حياتي وحياتك، يطلع الآب وقت الأوقات مش يضربنا ضربة مطرقة، لكن يقول تشكل يسوع في حياتك، تشكل انرسم يسوع في خصالك وفي حياتك. هيدي البروسس، هيدي العملية أحبائي، عملية مؤلمة، عملية تتحدى حياتنا وطبيعتنا، طويلة غير مرغوب فيها، undesirable، لكن لما بتتحقق بالآخر بتكون صورة جميلة لمجد الله في حياتنا. الألم، المعاناة، حتى الشيطان هم خدام لله. كما تأملنا من قبل بهذه النقطة الأحد الماضي، حتى الله بينما يقصد شر يأخذ عمل الشيطان ويقصد به خير، مثل ما صار مع موسى، مثل ما صار مع الفتي الثلاثة، مثل ما صار مع دانيال، مثل ما صار مع كل رجال الله. فلما تشوف لطمات 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 الشيطان، منشوف هون إنه مين اللي عم بيعذب بولس، مين اللي عم بيضايق بولس، هو الشيطان بلطماته بلكماته. لكن بولس had nothing to do مع الشيطان، ما كان له أي علاقة ولا توجه للشيطان. لما لطموا الشيطان توجه للرب. يا في ناس بيقضوا حياتهم عم ينتهروا بإبليس، إذا بدك تنتهر إبليس روح عند الرب وهو بينتهره، قل له لينتهرك الرب يا شيطان. الله يستخدم كل هذه الألام، يستخدم الصليب وحمل الصليب في حياتنا لحتى يغير حياتنا ويشكل حياتنا وينضجنا في حياتنا، فننمو في الإيمان ويعلمنا أهم، اسمعوا لكم، أهم الدروس في الإيمان ما منتعلمها على الفرش، منتعلمها بالأتون. أهم الدروس في حياتنا ما منتعلمها بالبستان، ولكن منتعلمها بالمعصرة. الحياة أحبائي، حياة الإيمان هي حياة الأبطال، حياة الرجال. مش معناتها النسوان مش مدعوين، في ولد صغير بيكون رجال. يوشيا كان ولد صغير وملك، قالوا صنع المستقيم في عيني الرب. في ولد رجال وفي رجال ولد. علينا أن ننضج في الإيمان ونتوقف عن التذمر. ليه عم بصير هيك؟ وليه عم بصير هيك؟ وليه عم بصير هيك؟ وليه صليت والرب ما استجاب؟ الرب يساعدنا حتى ننمى وننضج في الإيمان. الله مش داعينا أحبائي للعبة بوكيمون. هيدي آخر لعبة آخر صرعة. وقت ما ماشي هيك راح أخبص واحد بزمر له. أكيد رجال بدي يلقط البوكيمون. الله بلملم تن 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 بيظهروا هيك حيوانات مهضومين. بينبسط عم بلملم بوكيمون. الله مش داعينا للعبة بوكيمون. ما بدك تلعب البوكيمون العام، ما تروح هلا تستحي بلعبتك، بس يمكن بتفيد إن واحد يعمل شوية ورك أوت، بس مش هي الدعوة المسيحية. الدعوة هي مش دعوة للعبة، ننبسط نعمل شيء، اعملوا لنا شيء بالكنيسة يبسطنا، بدنا نبسطكم، بدنا ننبسط، بس هيدا مش الهدف. هيدا مش الهدف. الله دعينا لمعركة روحية وحرب روحية ولحمل الصليب، وبالحرب في ناس بتموت، في ناس بتموت. شو سلاحي بالحرب؟ شو سلاحك بالحرب؟ كيف يمكننا أن نثبت في الحرب؟ تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. تكفيك نعمتي، مرة الماضي قصمناها شوي بالإنجليزي، My grace، نعمتي بتكفي لا إلك. النعمة مش حي الله نعمة، طبع الله بتكفي، لكن نعمة الله تبعك ما بتكفيني ونعمة الله تبعي ما بتكفيك، لأنه كل واحد منا الله خلق بظروف معينة وعنده نعمة لحياته الشخصية. عشان هيك خلينا نوقف المقارنة، وقت من قارن شو عم بصير معه شو عم بصير معي، ليه هو ليه أنا. أنت بينك وبين الرب، كون أمين على الرب عطاك إياه في حياتك.
أحيان كتير أحبائي نحن لما نفكر بحمل الصليب نفكر بالمسامير، نفكر بالأمل، بالألم، نفكر بالصعوبات. لما نفكر بالنعمة نفكر إنه النعمة شيء حلو، شيء نايس. النعمة، نعمة الله بتعزي، نعمة الله بترفع، نعمة الله بتشجع. ولكن نعمة خشنة، نعمة قاسية، نعمة صلبة، هذا أمر ما منقدر نفهمه. وكأنه النقيضين، نعمة يعني شيء حلو، الصليب يعني شيء خشن. The thorn of grace، النعمة عندها شوكي، النعمة عندها شوكي. كلمة نعمة أحبائي ترد في العهد الجديد 155 مرة، معناتها الحرفي generous benefit given، يعني فائدة أعطيت بكرامة بسخاء. نعمة هدية معينة الله يعطيها بسخاء، a favor bestowed، معروف ما أعطي لشخص to someone could never earn it. هدية أعطيت بسخاء، معروف عمل مع شخص الذي لا يمكن أن يستحق هذا المعروف أو هذه العطية. بينما نجتاز في صعوبات الحياة يأتي الرب ليقول لي ولك نعمتي تكفيك. هل مكتفي أنت بنعمة الله؟ بيقصدها وبيعنيها. نعمتي هي اللي بتحتاجها. قال له أنا ضعيف يا رب، هيدي الشوكة عم تضعفني. قال له نعمتي بتكفيك، لأنه قوتي في الضعف مش out of weakness، مش لما بخرجك من الضعف، في الضعف تكمل. أحبائي النعمة يمكنها أن تعرف كل علاقتنا بالله. أي فضيلة مسيحية حط قبل نعمة تطلع مظبوطة، وبدون النعمة ما إلى معنى. نحن افتدينا بالنعمة، الفداء من أهم الكلمات في المسيحية، الفداء بالنعمة. تجددنا، ولدنا ولادة تاني بالنعمة، خلصنا بالنعمة، مولدين ولادة تاني بالنعمة، ولدنا من فوق بالاستحقاق، لا كمان بالنعمة، ولدنا من الروح، تجددنا، تبنينا الله، صار بينا بالنعمة، بررنا بالنعمة، converted يعني أتينا إلى الله، تغيرنا في الحياة بالنعمة، غفر لنا بالنعمة، وسنتمجد أيضا بالنعمة. أي امتياز في حياتك المسيحية هو بالنعمة. تعشي بالنعمة ما بتستاهله، هيدا إذا بدك تيجي من المقابل. فداء ما بتستاهله، التجديد ما بتستاهله، خلاص ما بتستاهله، الغفران ما بتستاهله، كله بالنعمة. وهيدي النعمة كانت في المحبوب، في الرب يسوع المسيح، في الرب يسوع المسيح. كورنثوس الثانية إصحاح، كل كورنثوس الثانية هذا كان هدفه، خاصة 10-13. بولس كان عم بواجه الناس يلي ما خلوا اتهام ما اتهموه، ما خلوا طعن ما طعنوه، بفعل ملاك الشيطان، شخص أو أشخاص معلمين كذبي يلي إجوا وأساءوا لبولس، وبفعل إنه عامة الكورنثيين they bought into the idea، أخذ الطعم. وإذا شكوا في بولس وشخصيته وكاركتيره وصدقه، بالتالي كل الإنجيل اللي بشر فيه بولس ممكن يكون غلط، لأنه إذا بتشك بالشخص بتشك بكلامه. ساعتها بيقدروا المعلمين الكذبة إنه يسوقوا للبدعة الخطيرة والبدعة الخطيرة يلي كانوا عم بيروجوا لها. الأمر اللي أحزن بولس شد الحزن هو إنه أجيت الطعنات من أقرب الناس، من الناس اللي ولدهم في المسيح. كنيس كورنثوس هو قال، ولا قال لهم لو عندكم ربوات من المعلمين، مش بس ما عندكم أباء كتار، أنا ولدتكم في المسيح، أنا ربحتكم للمسيح. ومن قبلهم واجه الكذب، الغصب، النميمة، التنكر، وكل ذلك. إذا بتقرأ رسالة بولس تقول كيف يقدروا الناس يحكوا هيك حكي عن بولس؟ شككوا بكل شيء فيه، كيف يقدروا الناس يحكوا هيك حكي؟ بيحكوا حكي عن حدا تاني بس بولس؟ ومين الكورنثيين اللي اعطاهم قلبه وحياته؟
لكن أحبائي الأشواك تعمل لخيرنا، الأشواك تعمل لخيرنا في الحياة. أهم الدروس نتعلمها، نتعلمها في بستان الأشواك وليس في بستان الزهور في حياتنا. راح أتوقف عند 5 دروس يلي منشوف كان في غاية من الشوكة لإلا من نفس المقطع اللي قريناه. أول شيء، الله استخدم النعمة الغير مرغوب فيها ليخلي ابنه متواضع، ليخلي ابنه متواضع. بعرف إنسان طلع على السماء الثالثة على محضر الله من 14 سنة في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، لكن اللي شافه وسمعه لا يقدر الإنسان أن يصفه وغير مسموح له أن يصفه. أنا أود بقول يا ريت وصفنا شو شايف بولس هوني. قال الرب ما سمح له، لا يسوغ لإنسان. قال الرب هيدا اختبار لألك. وخليني أقول لكم شيء قلت عدة مرات، اختبار مميز من الرب يكون اختبار لألك، مش ضروري تروح تحكي عنه إلا إذا كان لهدف البنيان بوقت الأوقات. نحن لا نبشر باختباراتنا، نبشر بكلمة الله. قولوا أمين. فشي طبيعي يشوف حاله بس هيك. بدي لكم شيء، بولس كان عنده كل سبب ليشوف حاله. رسول من أعظم الرسل، مبشر من أعظم المبشرين، فيلسوف، مخه كبير، إيمانه كبير، الخطر اللي واجهه كبير، الاضطهاد اللي واجهه كبير، ثماره كبيرة، الخدام اللي دربهم كتار وكبار، عنده كل الأسباب كإنسان إنه يشوف حاله. وبولس يدرك إنه مش لأنه صار هو الرسول بولس صار فوق التجربة أو صار إنه هو يعني لا يمكن أن يخطئ. والرب شايف انه بولس محتاج لشوكه حتى بس يعلي راسه شكه فيها نزله شوي نزول. حتى لو كان ملاك الشيطان، رسول الشيطان، الله اراد ان يكون ابنه متواضع. الرب يريد ان يحفظنا ويحفظك متواضعين. قولوا امين. بعت له شوكه، ومش شوكة هي الصغيرة مثل ما قلت باللغة اليونانية أوقات بتعني شافت، يعني عصاية كبيرة، أي شيء مروس، يعني جاي حامل هيك عصاية وعم ينخذ فيه لبولس. مش شوكة صغيرة هيك، آه يا مامي نعوات هيك، قال له شيء صغير. ومين يلي عم ينغز بالشوكة؟ ملاك الشيطان. كلمة ملاك في العهد القديم واردة 188 مرة، دايما تعني شخص، شخص أو ملاك. ملاك يعني ماسنجر، أنجلوس. ولا مرة عنيت أشياء، من شان هيك بقول لكم نسوء إن قصة بحد بقول لك كان عنده مشكلة بعيون، وبقول لك كان عنده يمكن صرع، وبقول لك كان عنده كريزة. لا، ما كان يحكي عن ألم جسدية. ملاك الشيطان قد يكون إنسان، يعني شخص ما يلي هيك الشيطان حطه. تلاقي دائما في أشخاص أتقياء رب حط قدامهم أشخاص ليغيظون ليضايقون. سليمان كان يرب عام العدو له كل الأيام، داود كان في ناس يقوموا كل الأيام، دايما في حدا يقوم، حتى الرب يضل يذكرنا محتاجين له ومحتاجين لنعمته. أمين؟ يمكن يكون روح شرير، لأنه من شوي بيحكي بيقول بكورنثوس الأولى أنه الشيطان بيحول نفسه إلى شبه ملاك نور، ومش عجب إذا خدامه بيحولوا أنفسهم كمان إلى شبه خدام المسيح. المهم شخص ما، يمكن روح شرير، شيطان بصراع روحي، يمكن يكون إنسان أو أشخاص يلي عم بيضايقوا بولس. وكيف كان عم بيضايقوا؟ to buffet. كلمة buffet باليوناني معناتها strike with a fist، يعني boxing، يعني بيطرق ضربة. مش شوكة صغيرة، ما تخيل شوكة صغيرة هيك عم تنكزه، حرام، شيطان عم يضرب بكوسة. ما بدي لك شيء حبيبي، إذا أنت مؤمن ونامي في الإيمان، صرت بطل بالإيمان، رح يجي بيوم الأيام تجربة معينة شيطانية تضربك بكوسة، لكن كون رجل في الإيمان وصمود، لأنه إذا إلهك مش سامح فيها ما بتجي. أمين؟ كون رجل وصمود. مش بس اسمعوا يا أحبة، شوفوا هاي الكلمة جاي بس مرتين في العهد الجديد. هون يلطمني، لطم جاي مطرح تاني بس بالعهد الجديد، بنشوف هونيك بولس هو عم يلطم حاله. إذا الشيطان ما سفقك كف لحتى تتواضع، أنت سفق حالك كف وخليك متواضع. قال بل أقمع جسدي. إحدى الترجمات الإنجليزية بيقول No, I strike a blow to my body. I strike a blow. بسوق حالي ضربة.
مشان شو عم يسوق حاله؟ مش معناتها حرفيا ياخذوا البوكس ويضربوا، لا. ليه انت تسوق حالك ضربه يبوز؟ اقمع جسدي استعبده حتى بعدما كرزته للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. بيجي بتطلع بيقول غيري عم بكذب، انا ممنوع كذب، يمكن الكذب بتنقذني، يمكن بتمرق لي اياها، ممنوع كذب. غيري يمكن lustful، انا ممنوع. غيري يمكن شرير، انا ممنوع. غيري بينتقم لنفسه، انا ممنوع. غيري اذا اهين يهين، اذا اضطهد يضطهد، الى اخره. هيدي طبيعه البشر. بالعكس بيردوا الكيل كيلين والصاع صاعين. هو بيجي بيقمع جسده، بيضرب حاله ضربه، بيستعبد جسده، بيقول انا كرست الاخرين، لا اريد ان اصير انا نفسي مرفوض. حين نعلم الاخرين ونكرز الاخرين وننصح الاخرين في صعوباتهم، لكن من نال نحن نفس الصعوبات فنتصرف بالعكس، راح نكون مرفوضين. من مين مرفوضين؟ يمكن الناس بيرفضوا ايماننا وشريتنا، لكن بصير مرفوضين من الرب. disqualified كلمه كثير مهمه. فالاناء للكرامه واناء للهوان. disqualified بيجي. كان يقال لما الخزاف بيصنع الطين، بيصنع الاواني كلها، بيحطها بالفرن وبتطلع، عنده طرق لحتى يفحصها، بيطرق عليها، بيضربها مثل نحن نطرق على البطيخة، بيحطها تحت ضغط معين، بيطلع إذا فيها فسخ، يلي منيحة بوديها للاستعمال أو البيع، اللي مضروبة بيكب على جنب تنكسر. disqualified. رب ما يسمع حدا منا يصير disqualified. قولوا أمين. رب عم يمتحنك، بحطك بالصعوبات. معدنك ما بيظهر لما بتيجي بتقعد. بدي أقول لكم شغلة، أنا ما بستغرب إذا بيوم الأيام رحت للسماء وكنت واكتشفت ويقول لي الرب بالكنيسة كان في أرواح شريرة تيجي تقعد تتسمع عليك. هلا ونحن بكنيسة، معقول الشيطان يجي يتسمع؟ الشيطان قال بروح لمحضر الله بيتكلم معه بأيوب. الشيطان بروح عند يسوع بيجربه. الشيطان بيضرب بولس، خايف مني ومنك؟ أقمع جسدي، ألطم جسدي، الشيطان بيلطمني وأنا بضرب حالي إذا طريت. ممنوع، ممنوع يا أنا. أنا عندي إله يراقبني. أتذكر بليد لما كانوا صغار كنت خاف على مسلكهم، هيك تينيجرز خاف على مسلكهم عشان عم يتعرضوا. أتذكر دائما كنت أقول لهم الكلام، بابا نحن علمناكم كلمة الرب ونحن ربيناكم، بس أنا مش معكم، ما مش معكم بالمدرسة وبالصف وهون وهونيك وبوت النوم، وين أنا مش معكم، بس تذكر وين ما رحتوا في شخص أهم مني هو معكم وعم برائب وعم بشوف، عم برائب وعم بشوف. كم مرة بقول له أناشدك قدام مين؟ أمام الرب، أمام الرب. شو ما عملت حبيبي، وين ما رحت حبيبي، وين ما كنت، في إله سهران عليك ما بينام، بيعرف كل الخفايا. اثنين، الله يستخدم النعمة الغير مرغوبة ليقربنا إليه. أول شيء ليخلينا متواضعين، صعوبات متواضعين. اثنين، لنقترب منه. شو عمل بولس الرسول لما الشيطان كان يلطمه؟ قال لأجل هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات. وهذا صارت معكم. أحيانا بيكون عندي صعوب، مرقت أكثر مرة، عندي صعوبة، عندي تحدي، عندي تجربة، عندي أمور، بروح لعند الرب عم صلي عم صلي عم صلي للموضوع، عم صلي، بعدين بنسى الموضوع، بصير صلي، بكون عم بحكي معه عن المشكلة، عم بشكي له، بعدين بنسى المشكلة، بصير بحكي معه، بنسى المشكلة، لأنه معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب. العشرة حلوة ويا ما بعرف إذا اختبرنيها، بصلي إنك تختبرها حبيبي. لما في مش ليك، أمتى أكتر مرة بتصلي بحياتك؟ خبرني، مش لما في صعوبة، في مشكلة، في مرض، رحت عند الحكيم عمل لك فحص، قال لك يمكن، قاعد ناطر التليفون، إذا بدق التليفون يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، تمروا المشكلة بيمروا مع الصلاة. لا، عن جد قديش نحن بشر ضعفاء. الله بيعلمنا نقترب منه، بيعلمنا نتعلم انه ما في شيء بهالدنيا غيره، غير شخصه، غير محبته، غير رضاه. لمين بقى روح عند الصعوبات؟ روح لعند الرب. لعند مين بدك تروح لما في تحدي، لما الناس بتقاومك، لما عندك فشل من حتى من ذاتك؟ روح لعند الرب. ما تروح لعند انسان. قال ملعون من يتكل على ذراع بشر.
ما راح بولس يعمل حرب ضد الشيطان يلي عم بيحاربه. لو حارب الشيطان كان بيحارب إرادة الله، الرب بعث له إياه. ما راح يعمل اجتماع خدام، مع أنه هيدي حلوة لكن مش هاد المكان اللي راح له بهيدي المشكلة. ما راح قال خليني اكتب رسالة للرسل ابعت لهم تقريه شو عم يجرى معي. روح خليني اتعلم عن الحرب الروحية واعمل دراسة عن كيف بنتهر الشيطان. خليني بلش لوم هؤلاء الأشخاص المعلمين الكذبة يلي كانوا موجودين في كورنثوس إلى آخره إلى آخره. لكن بكل اختصار راح لعند الرب. وأقول لك شيء، إذا في شوكة إجت من عند الرب ما حدا بشيلها غير الرب، وإذا في صعوبة الرب حطها ما حدا بشيل الصعوبة غير الرب، وإذا ما نشيل الصعوبة إن الرب بده يتركها لأنه تكفيك نعمتي لو كانت undesirable. ما أسوأ إنه الإنسان بوقت صعوباته يلجأ لغير الرب. ملوك الثاني إصحاح 1 آية 2 4 لا 4 بيقول وسقط أخزيا من القوة التي في عليته. قوة طاقة بالعلية فوق وقع منها. مين أخزيا؟ هو ابن الأشرار أخاب وإيزابل. فلا عجب إذا ابنه طلع على هذا الشكل. وهو بدي لكم شيء يا أحبة، اوعى تفكر انه فيكم، اسمعوني كلكم، اوعى تفكر فيك تعيش حياة الشر وتتوقع من اولادك تعلمون حياة البر. اوعى تفكر انه فيك تعيش حياة اللوفكة تعلم اولادك يمشوا بالاستقامة. حياة عدم التكريس وتخلي اولادك يكونوا مكرسين، حياة عدم الأمانة اولادك يكونوا أمناء. لا. وانا خليكم كمان اقول شغلة تانية ما قال عليها بالوعظة. انا بقول لكم يا اخو اخوات عندكم مسؤولية كتير كبيرة، خاصة عندكم اولاد صغار. لما بيجوا اولادكم، لانه وقت بسمع معلمين مدرسه الاحد او نهار الجمعه بخدمات الاولاد او وقت اللي هي يعني الاولاد ما بيسمعوا، اخذينا باللعب، اخذينا بالضحك، ما بدهم يردوا. في بعض المعلمين عندهم خبره بيعرفوا يضبطوا، في منهم بيفشلوا بيقولوا إيه ما بقى. في واحد قال لي لا بقى يتجوز ولا تجيب اولاد. مسؤوليه مين هيدي؟ انا بظن اذا بتعرف ابنك عنده مشاكل مع الاولاد او مع المعلم بالمدرسه تقعد بتحكي معه بتنبهه كل يوم. أنا بظن لازم كل واحد منا إذا على مدة شهر خاصة عنده أولاد لنقول 11-12 سنة ونزول، تقعد كل يوم لما تجي على الكنيسة بتقول له هيدا بيت العبادة مش بيت اللعب. أنت رايح لهونيكي بدك تكون محترم. أنا بدي مش إذا الأستاذ قالنا شيء عن الولد بنزعل من الأستاذ. أنا بدي أسأل الأستاذ أو المعلمة عنك، إذا قالوا لي شيء مش حلو رح يكون في consequences، رح يكون في عواقب. انت بدك تكون محترم، انت بدك تسمع الكلمه، بدك تكون مهذب. الرب هونيك عم بيراقبك وبدي اسال عنك. تعال نصلي يا بابا او يا ماما انا وياك، يا رب ساعدني كون اليوم محترم ببيتك. تعرفوا اذا بنعلم اولادنا عم يتشهر هيك انا بظن كثير امور بتتغير. هاي بضل الولد ولد لكن بطل شيطان، مش شيطان، بطل نوتي. سقط اخزيا من القوه التي في عليته التي في السامرة فمرض، ظهر تكسر، انعطب ظهره، انفكت رقبته، صار شيء معه. وأرسل رسلا وقال لهم اذهبوا اسألوا بعل زبوب. شو هالإله العظيم؟ تعرف شو زبوب؟ دبان. حتى الدبان صار له إله. قال لك هو الدبان شاطرين عندهم. بعل زبوب إله عفرون، إله الفلسطينيين بهذاك الوقت، إله غريب. إن كنت أبرأ من هذا المرض. فقال ملاك الرب لإيليا تشبي قم واصعد للقاء رسل ملك السامر وقل لهم هل لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا؟ وما لونت أنا بالأبيض الباقي لأن مش مهم مين عم تسأل. ما حدا منا بعتقد مغرم بإله الزبوب. مين كن بيعبد إله الزبوب؟ ما حدا. بس لما عندك مشكلة لمين بتروح بتسأل؟ وبيجي الرب يقول لك ما في إله عندك لتسأله؟ ما عندك إله تروح تتضرع له؟ حتى رايح تسأل المحامي؟ رايح تسأل الكونسلر والسايكولوجيست؟ أنا بدي أقول لكم شيء يا أحبة، ما بحب أحكي عن، إذا بدي أفتخر من المنبر بفتخر بالمسيح، بس أنا عندي ماجستير بعلم النفس وعم خلص الدكتوراه وصلت على الآخر بعلم النفس. أحيانا كتير لما بقدم نصيحة لحدا كأسيس الأسيس قال إذا بقول له أنا دارس علم النفس جد؟ أعطيني النصيحة بعطيه زيتها. واو شو سمارت. بدي لكم أصغر خادم للمسيح في روح الله بيسوى كل شيء في علماء نفس.
لأنه في حكمة من الله بتجي من هالكتاب بتجي العالم ما بيفهمها، والمؤمنين الجسديين ما بيفهموها ولا بدهم يفهموها. لعند مين عم تروح تسأل؟ هل لأنه لا يوجد إله، ما عندك إله، ما عندك رب، لا تروح تسأله، تتواضع قدامه، تفهم من وجهه، تفهم من نوره، تفهم من كلمته، تفهم من روحه. يا رب إذا ما إجا الجواب من عندك والخلاص من عندك، باطل هو خلاص الإنسان. فلذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فانطلق إلي، فانطلق إلي. الدرس الثالث: الله يستعمل النعمة الغير مرغوب فيها لنختبرها، لنعزي ناس عم يجتازوا بنعمة غير مرغوب فيها. قال بولس الرسول: ليه الرب مرقنا بكل الألام والضيقات؟ لكي نعزي الذين هم في كل ضيقة. واحد شايف حاله أنه أنا ما بسقط، أنا ما بضعف. بتسقط وبتضعف ونص. فلما بتسقط وبتضعف بتروح عن خيك الساقط والضعيف، أول شيء بترحمه وبتشعر معه. تاني شيء ما بتقله بالحياة أنا تجربت وما اجتزب اللي أنت اجتزب. بتقله يا حبيبي أنا ضعفت مثلك، والإله اللي أنقذني بقدر ينقذك. فرق كبير، ما هيك؟ فرق كبير انك تروح عند واحد من فوق وتحكيه انت يلي تحت، او انك تنزل لتحت تقول له انا مرقت بالضيقه وإلهي اللي انقذني بيقدر ينقذك. الرب وعد بمرقك. بدي لكم شيء، انا عشت مني اختيار كتير شوي، عمري 50 وشوي صرت، بس بلشت بالخدمه كتير بكير، جوزت تحت 20 سنة، عشت لشوف أشخاص الأمور اللي بينتقدوا الآخرين فيها هن الرب بمرقهم بتجربة بيسقطوا فيها. فإذا بتتفلسف على الضعيف انتبه، يمكن الرب يمرقك فيها حتى يكسر عنفوانك، حتى يكبر قلبك وتصير تحب أكثر. إذا بتتفلسف على الضعيف، إذا بتتكبر على المحزون، إذا بتتكبر على المجرب، انتبه حبيبي، انتبه. الرب مرقنا في كل ضيقة، في كل ألم، لنعزي المتضايقين والمتألمين. رابعاً، ممكن نحكي كثير لكن لضيق الوقت أحبائي، رابعاً ما قبل الأخير، الله يستخدم النعمة الغير مرغوب فيها ليعلمنا الاكتفاء. ياي شو هالدرس هيدا، درس الاكتفاء. تعرف المؤمن المكتفي في حياته هو أغنى إنسان في العالم. شين مكتفي؟ مش عايز شيء. قال له طب شو لازم يكون عندي لأكتفي؟ قال له إذا عندك أكثر من 10,000 دولار بالبنك بتكون مكتفي، لأنه هودي المينيمم بتحتاجهم. إذا متوظى بتكتفي، إذا صحتك يعني 60-100 طلوع بتكتفي. لا، قال له تكفيك شو؟ قوله معي نعمتي. إذا نعمة الله ما بتكفيك، كل الدنيا مش رح تكفيك، وكل العالم وأمجاده ما رح يكفيك. كم مرة استحليت شيء ورحت وشوبينج واشتريت واشتريت لبستهم، منهم لبستهم ومنهم ما لبستهم، وزعتهم وبعد اللي وبعدك رايح تعمل شوبينج ليه؟ قال لي بس معي مصاري أسيس، مش أنا حر. لا، أنت مش حر، إذا معك وفاضي عليك مش معناتها أنك تتصرف مثل العالم. روح كروم فيهم الرب وخبيهم لمستقبلك، ليوم معي. أعطيه لي ما ليس عنده. إذا بتفتحوا معي على السريع أحبائي إلى فيلبي 4، الآية 11 للآية 13، قال له أنا بشكر رب إنه أنتوا بعتوا لي تقدمة مالية. عم يحكي للفلبيين، بعتوا للرسول ليدعموه مالياً. قال لهم بشكر الرب، ليس أني أقول من جهة احتياج، مش لأني محتاج، بشكر رب من أجلكم مش لأني محتاج، فإني قد تعلمت أن أكون. حط دويرة إذا كتابك هيك، حط. على فكرة ليكو أحد جاي بدي أسألكم مين جاي بكتابه المقدس معه هيك، بدي علي كتابك، مش لأحرجكم، لا بس تعلم ونجيب معنا كلمة الرب عادي، حلو كتير. فأني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بأي حالة، باللي أنا فيه، باللي أنا فيه. طب كيف؟ أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل. أتضع بمعنى أكون ما عندي شيء، فقير، عيش حياة وضيعة، وأعرف أن أستفضل، to be prosperous. يعني أنا تعلمت أنه إذا ما عندي شيء أنا مكتفي، وإذا الرب عطاني كتير أنا مكتفي. في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت. شوف الكلمات اللي عم استعملها: تعلمت، أعرف، تدربت.
أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. To suffer need. لأي 13 أستطيع كل شيء في المسيح، مش في الإرادة، مش بكبر إيماني، في المسيح الذي يقويني. الذي يقويني. رب يريد علمك الاكتفاء. رب قال له ليك مكفتك نعمتي، أنا استخدمتك كثير، عم بستخدمك كثير، أعطيتك إعلانات عظيمة لم أعطيها لأحد، بس أنا حابب أحط لك هذه الشوكة وعندي قصد يا بولس. بتكفيك نعمتي؟ قال له بتكفيني ونص. بتكفيني ونص يا رب. حياة الاكتفاء contentment. قال التقوى مع شو؟ مع القناعة. هي تجارة عظيمة، تجارة بمعنى gain, great gain. مش عم تاجر بالتجارة بالتقوى، ربح عظيم. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي. مين منا ما عنده قوت وكسوة؟ قديه صار لك نمت ما نمت جيعان؟ وإذا نمت جيعان بتكون لك تخفف أكل لأنه عندها عم تاكل كتير، مش لأنه ما في أكل. نحن عايشين بزمن يا أحبة، زمن الوفرة والكثرة، نشكر الرب. حتى اللي منا بيعتبر حاله الظروف ضيقة، بعد عم يتطبب وعم ياكل وعم يتدفى، يا ريت بنشكر الرب على نعمته بحياتنا. يا ريت نكون مكتفيين. بتعرفوا واحد من الأسباب، في كتير أسباب بتخلينا مش مكتفيين، واحدة من الأسباب شوية المقارنة. لما تقارن تطلع على الآخرين شو معهم وشو عندهم وشو عم يعملوا، هيدي بسميها الكتاب الغيرة. الغيرة، والغيرة هي خطية. آخر وصية الوصايا العشر، لا تشتهي لا بيته لا مرته لا ابنه لا أولاده لا بيته ولا أحماره ولا سيارة ولا شيء، لا شيء مما لقريبك. أنت لي، أنت ملكي، أنا بهتم في حياتك. شعر قريته حلو كتير، واحد كتبه رح أقرأ بالإنجليز لأنه لما ترجم الشعر ما بقول له معنى باللغة الثانية. قال له comfort me lord and pay my bills, comfort me lord and cure my ills. عزيني يا رب ودفع الفوتير تبعي، عزيني يا رب واشفي أمراضي. remove my fears, dry my tears, increase my wealth, preserve my health, plead my case, enlarge my place. Tell me why, set me on high. Do what I say and do it today. وقع مصلي للرب قال له يا رب عزيني وادفع لي كل فواتيري واشفي كل أمراضي، عزيني امسح كل دموعي وشيل كل مخاوفي، أعطيني يا رب غنى وأعطيني صحة، دافع عن حقي ووسع تخومي، وسع مكاني. يا رب قل لي ليش، فسر لي ليش، وارفعني إلى مكان مرتفع. يا رب اعمل لي اللي عم قل لك إيه واعمله اليوم. من يقول the spirit listened as I uttered my mind. He said not a word as I pleaded and pined. الروح القدس قال سمع لي بينما أنا عم بحكي وبرغي وبعلق، وما قال ولا كلمة لحتى يجاوبني. And then he spoke in the language of conviction, saying, comfort isn't comfort in the absence of affliction. عزيني واعمل لي، عزيني واعطيني، عزيني وارفعني، عزيني وساعدني، عزيني وادفع لي، عزيني. قام الرب سكت سكت سكت، بعدين حكي معه بلغة التأنيب وقال له تعزي ما بتكون تعزي إذا ما في صعوبة. عزيني يا رب، بدك عزيك بمرأك بالصعوبة فرجيك التعزية. قويني يا رب مرأك بالضعف وساعتك قوتي في الضعف تكمل. علمني المحبة يا رب، بدي حطك بظروف قدام ناس صعب انه ينحبوا وعم يصلبوا فيك، حتى من على الصليب تقول اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اسمعوا يا حبة، مسيحية بلا صليب هي مسيحية بلا قيامة وبلا نصرة. لأن إن لم تختبر الموت والدفن مع المسيح وآلامه، لن تختبر قوة قيامته وأمجاده. خامسا وأخيرا، الله يستخدم النعمة الغير مرغوب فيها لكي يكمل قوته فيك.
وفي ضعف هذا. لما الواحد بيكون قوي ومقتدر وموهوب ومتعلم وعم بيحقق أمور بالحياة بتقول واو برافو عليه، لكن لما واحد بيكون ضعيف ومكسور ومضروب وملطوم ومطرود ومهزوم وبعده عم ينمى بالإيمان وعم بمجد الله في حياته، عم يخدم الله بحياته وفرحان بحياته، فبتعرف إنه هي مش قوة بشرية طبيعية، هي قوة الله العاملة فيه. إذا تشوف واحد أدير وموهوب وعنده كل الإمكانيات وعم بينجز أمور كبيرة بتقول واو شو أبداي، إذا بتلاقي واحد ميت ومهزوم ما عنده شيء عم بمجد الله بتقول شو هالإله اللي بيستخدم إنسان ضعيف، فيكون فضل القوة لله لا منا. وهذا صارت فيكم أحبائي، مرات بتشوف شخص هيك عظيم بيوعظ بتطلع بتقول واو، وتلاقي واحد ضعيف أو أسيس ما بعرف، مرة هيك رحت على ضيعة بآخر دولة عربية بآخر منطقة بدولة عربية، شفت أسيس ما عنده شيء، يمكن عندنا ما بنحطه معلم مدرسة أحد كنيسة هيك، لأنه ما عنده مخ فيلسوف لكن عنده قلب مسيحي راعي، عنده قلب مسيحي وقلب راعي. هل تخدم الله وتعطي المجد لا الله في حياتك؟ هل تستطيع أن تقول له من كل قلبك أنا أشكرك على ضعفي، أنا أشكرك على شوكتي؟ ما بعرف شو شوكتك، يمكن شوكة بولس كان ملاك الشيطان، يمكن روح شرير عم يجرب فيه، ضيقات الشدائد غيره، يمكن يكون معلمين كذبة، أكيد مش شي جسدي. ما بعرف شو شوكتك، عدم تقدير ناس من حولك، أولاد عصاة، مشكلة زوجية، مشكلة صحية، مشكلة بالشغل، وصليت كتير للرب وما غيره، معنى تبدو يخليها. هل اليوم تتعلم تقول له أشكرك على نعمتك الغير مرغوب فيها، أنا أشكرك على الشوكة يا رب لأنه الشوكة بتخليني متواضع؟ بيجي بيطرق كف يقول له مرسي حبيبي، هذا الكف بخليني متواضع، بخليني متواضع، بخليني أتذكرني أنا مش الرسول بولس، أنا شاول لأنعم عليه المسيح فصرت بولس. في الآخر أحبائي، الألم ليس الهدف، الله يتألم مع عبده، الله يتألم مع خادم مع ابنه. راح إلى قبر لعازر، شايف مريم ومرثا عم يبكوا، وقف ما ضحك ونط ورأسه هللويا على القبر، بكى يسوع ما أنه عارف بده يقيمه، بده يقيمه، بكى يسوع. قال في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بكل ضيقهم تضايق. بدي أقول لك أكثر منك، مش بكل ضيقهم تضايق، الرب راح إلى أبعد من ذلك، حمل الصليب لوحده. لكن كل شيء عظيم بهذه الحياة تأتي قبله وتسبق الصعوبات. الدرس والدرس الجدي يسبق التخرج، وهم بدي أقول للحلوين للشبيبة والإخوة اللي بعد بعمر التلمذة عمر الجامعات، ادرسوا واجتهدوا، ما بيسوى المؤمن يكون غير مجتهد، درسوا واجتهدوا واسهروا وطفوا الكمبيوتر وشيلوا التليفون من بين ايديكم ودرسوا وتخرجوا، ولما بتاخذوا الشهاده قولوا له لك المجد يا رب اعطيتني الشهاده بدي استخدمك فيها ومجدك فيها. مش ما عجبنا هالبروجرام بنقول للثاني، ما عجبنا بنقول للثالث، وبعدين بنختار ابسط شيء واسخف شغله موجوده لانه ما قلنا جديد ندرس، هي ما بدها درس، وتتخرج ما عندك شغل تشتغله. اذا بدك تكون صحي وشكلك جيد يسبق دايت، يسبق الانتباه على الطعام والعرق والرياضة والتمارين. إذا كان في دولة بتحقق انتصار، شرط الانتصار هو مواجهة الأخطار، مواجهة العدو والحرب، وفي الحرب هناك من يرجع مجروح معطوب، هناك من يرجع محمول.
حمل الصليب تعرف شو نهايته؟ لما المسيح قال لك حمل الصليب تعرف شو نهاية حمل الصليب؟ بتحمل الصليب لتوصل لمطرح حتى الصليب يحملك. نهاية حمل الصليب مش شي نايس. انت حامل أداة الإعدام كل يوم تبعك وماشي من أجلك نمات كل النهار. ومثل ما الكتاب بيستعمل بأكثر مطرح أحبائي المخاض 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 labor هو أمر طبيعي يسبق الولادة. لكن بدي أقول لك شيء، إنه من بعد الولادة والمخاض ترى الأم الابنة الصغير وتنسى كل ألامها. من بعد المخاض في الحرب الروحية والصعوبات الروحية تقف قدام أمام الرب وتسمع من فمه المبارك يقول لك نعماً، برافو عليك، هنيئاً لك، فخور فيك أيها العبد الصالح والأمين، أدخل إلى فرح سيدك. هل تشكر الله على ألامك؟ آخر شيء أشارك معكم هذه القصة إجت بـ The Voice of the Martyrs سنة 1998 عن ست اسمها إليزابيث يلي كانت قوية في الإيمان وتشجع الآخرين وعلى طول عندها sense of humor، على طول بتضحك، إلى أنه مصيبة أصابت بيتها. المصيبة كانت أنه 2 من أولادها ماتوا، وإليزابيث مرقت بمرحلة انهيار وصعبة جدا. إحدى الأمور اللي كتبتها بمذكراتها كتبت empty hands، يدين فارغة، worn out، ممزق، exhausted body، جسد منهك، and unutterable longings to flee، أشواق لا يمكن وصفها أن أهرب من عالم ملآن بالصعوبات الحادة في الحياة. لكن بعد أسابيع قليلة إليزابيث عرفت أنه ما عنده غير الرب، تروح لعنده، صرخت إلى الرب، طلبت منه شفاء روحها المنسحقة، فغير الرب موقفها وحياتها، اختبرت العمق مع الله، القرب من الله، الشوكة بإرادة الله تكفيك نعمتي. فكتبت ترنيمة صار لأكثر من 100 سنة تترنم، وهذه الترنيمة اللي كتبتها منرنمها بالعربي. أنا برجع بقول أحيانا بحب أنه هيك نرجع للأصل الكلمات، مش لأنه العرب ما عندهم كلمات حلوة، بس أي شعر بتاخده أو ترنيم بترجمها بتفقد معناها. يا رب أقرب فأقرب إليك وأرغب. بقول more love to thee oh Christ، more love to thee، محبة أكثر لألك يا مسيح، محبة أكثر لألك. اسمع يا رب صلاتي وانظر إلى ركبي المنحنية، هذه هي رغبتي الصادقة، أن أحبك أكثر يا رب يسوع وأقترب منك أكثر. مقطعتين بتقول له بمرة من المرات وقت الأوقات كنت عم بشتاق craving، يعني عم بتوحم على مسرات هذه الدنيا، أسعى وراء السلام والراحة، لكن هلأ أنت وحدك أنا أسعى وراءه، أن تعطيني ما هو الأفضل. هيدي كل صلاتي لك يا رب، أن أحبك أكثر يا رب يسوع أكثر. خلي الحزن يعمل عمله، خلي الألم والمعاناة ينوجدوا. ما أجمل رسلك يا رب. Sweet are your messengers. مين هود المسنجرز؟ الألم والجريف. Sweet their refrain. ما أجمل لما تمتنع إيدك عن أنك تعطيني أمور. الحرمان. ما أجمل الحرمان. When they can sing with me. لما هود الألم بإمكانهم يجعلونني غني ورني. محبة أكثر إلك يا رب.
محبه اكثر. اخر معادله بقول then shall my latest breath whisper thy praise. من بعد اخر نفس الفظه يوشوش حمدك. This be the parting cry my heart shall raise. This still its prayer shall be more love, O Christ, to thee. آخر نسمة، آخر كلمة بحب أقولها بالحياة إني أحبك أكثر. تستعمل صعوبات، تستعمل ضيق، تستعمل ناس، تستعمل شيطان، تستعمل شوكة، تستعمل اللي بدك إياه. أنا بدي أقرب منك أكثر. Undesirable grace بتصير desirable grace. نعمة الغير مرغوبة فيها تصبح مرغوب فيها. لما منعرف إنه هاي إيد إلهي الصالحة، نعمة إلهي، قلبه الكبير، قصده الأبدي الأزلي، ماسكني حضني من فوق ومن تحت، أوقات بحلمسلي أوقات بيصفقني، لكن المهم ضل بإيده وكون عم بقترب منه. Nearer to thee. كم واحد منكم بيعرف الترنيمة هيت لشوف فاق إيدك ليل؟ طيب أنتوا بتعرفوا أنا دائما بقول آخر شيء ممكن أعمل إذا أنا بدي الكنيسة تشحطني بعرف شو بعمل، برنم ترنيمة خاصة. ساعتها كله بيطالبوا باستقالتي. لكن رح نرنم أنا وياكم هيدي الترنيمة مقطعين، بعدين بيجوا الأخ بيرنموا معنا. اللي بتحب ترنم بالعربي رنمها، بتحب ترنم بالإنجليزي رنمها. رح نرنم الأول والثالث، أوكي؟ مين أخ فادي بتعرفها؟ نو مين بيعرفها؟ More love to thee, O Christ. More love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea. More love, O Christ, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Let sorrow do its work, and grief and pain. Sweet are thy messengers, sweet their refrain. When they can sing with me, more love, O Christ, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Amen. نصلي. إذا مش مكتفي بحياتك عم تركض وراء أمور الدنيا لأنك منك صرخت قلبك تقول للرب nearer to thee، أقرب لإلك يا رب، أقرب لإلك يا رب، بدي أقرب منك يا رب. هودي المسنجرز تبع الرب، هودي أدوات الله، عدة الشغل تبعه. بيجي لعندك النجار على البيت بيفتح عدة الشغل، بيجي لعندك ما بعرف حلاق طبيب بيفتح عدة الشغل. الله بيجي بيدعيك للخلاص، بيدعيك للشركة معه، بده يغير حياتك بيفتح عدة الشغل. عنوان العلبة من برا نعمة، لكن من جوا الوسائل متنوعة. وقت نعمة بتحلمس، نعمة بترفع، نعمة بتشدد، وقت نعمة تقسى، نعمة بتعجن، نعمة بتحرم، نعمة فيها شوكة. نشكر على كل عدته. تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وصلي إلهي أن تذكر كل واحد منا عنده نعمة مشوكة شوي. إيليا كان إنسان تحت الألم مثلنا. نعترف دائمك يا رب أنه نحن منا سوبرمان، منا سوبر هيروز، منا رجال خارقين. نعترف يا رب قدامك انه منخاف من الشوكة، من اللطمة، من البوكس، خاصة اذا اجا من ملاك الشيطان بعنف بشر.
نعترف إن مرات يا رب نتذمر من الصليب، نتساءل وين الرب إلهنا. ليك إذا كانت هاي الوسائل بتقربنا منك وتعلمنا نصلي وتعلمنا نحبك ونتواضع ونتوب، فليكن يا رب، فليكن يا رب، لتكن مشيئتك يا رب. الرب أعطى، الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. الرب يرفع، الرب يضع، الرب يشفي، والرب يجرب أحيانا في التجارب، في الضيقات، في الأمراض. الرب يكون معنا في شبابنا ويكون معنا في شيبتنا. الرب يكون معنا لما يكون عقلنا شارب، عقلنا فكرنا براق، ويكون معنا لما نبلش نخرف نضيع. الله معنا بالمؤتمر وبالجبل، والله معنا بوادي ظلال الموت. Nearer my God to thee. That is my plea. أن أقترب منك وأنمو فيك يا رب، هذه صرختي، ولو كانت بنعمة مشوكة وغير مرغوب فيها. هاي الكلام سهل نقوله يا رب، مستحيل نعيشه إلا إذا كنا Nearer my God to thee. قربنا منك، اغفر خطايانا، ارفعنا، حببنا فيك، لك المجد باسم يسوع للأبد. أمين.